حرفة عندي مدة 40 سنة ولا في الميتي هذا. قرطاش مختار واحد من المهنيين القلائل الذي حافظ على مهنة تصليح القصعة الخشبية لمدة 40 سنة من الزمن. هذه المهنة التي تسير في طريق الزوال والاندثار. هذا سجل من الحقبة هذا الميتين تعجدوتنا وأنا المهنة عندي 40 سنة وأنا في المهنة هذه. بصح أنا واش راني طالب منكم تحوسوا لي على محل يكون شباب ميتي تاعي هذا ما نطلقوش أبدا ولازم ثاني نخلوها ثاني الآخرين يتعلموا تعلم نخلو المرة هذه باش احنا رانا رايحين باش رانا نقعد هذا مش مطلوب كيما نقولوا هذه نقول بياسة هذه هنا هيك هذه هيك هذه بياسة هنا هذا وزن تاع عمي خرخاش أو كما يلقب نفسه بالمسيلي تميز وانفرد بهذه المهنة التي ورثها عن أجداده ولم يتخلى عنها رغم مداخلها البسيطة. مثلا يجيب الفريو بين الفريو هكذا تركب بعد تعاود بالمسمار تاع اللوح غير بالعاود ومن بعد هذه تروح الراس هذه وراها هذا تروح البيس وبعد جي كولا هنا جي كولا هنا وكولا هنا ومن بعد تثقب هنا وتثقب هنا أربعة واحد زوج ثلاثة أربعة هكذا ومن بعد زير بسلوكة زير بسلوكة سلك زوج ثلاثة أربعة ومن بعد كما هكذا تعاود تسمر بالمسمار تاع اللوح كاع مسمار اللوح ومن بعد تعقب ليها المشينة ثاني تنظر كيما راك شوف تنظر كيما راها هكذا تخرج كيما راها تنظر كيما راها منين بصح الأغلبية بطلوا صنعة نزلنا واحد الربعة خمسة هذاك مكان هذه الحرفة مزيد شدها أنايا ومزيد شدي الجماعة هذا اللي أنا شدي الحرفة باش نحيها صحاب البيض لازم نحيي المحرفة ما خليش روح لازم أنا في ولاية ما صلي على النبي اللهم بارك علي الاحترام خدمة ما كاش يعني حوايج حتى مشاكل معهم ولا الحدود تاعي عرفتي نسمع ولا حالة بالك 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 راني حيي واحد 5000 6000 قصعة عندي نحيت أنايا واللي راح تظهر اللي جي هنا كاع تحيا هنا اللي جي كاع تحيا ما تطلعش والو هم جي من بوقطون من برزينة من القاسول من الرقاصة من ستيتن حتى من برشار من أدرار يجوني هنا من أدرار يجوني هنا فقط حوش الولاية كاع ما كاش ما غير هذه دورو يرجع غير حنا اللي مسيلي سمعت ما دوم يرى والحمد لله ساعد الناس على الكليل واللي عنده يسلك واللي ما عندوش شد لي شويه وشويه تروح هذا مكان والحمد لله ولا قراص الحمد لله مش يعني ماشي مقبول وانا ثاني نطلب ثاني كنا يعني محل باش نسلك بصواردي مش طبع لي فيه يعطوني ولا نسلك بطرامي والو الحمد لله والو قال خير الناس عندو والارض والو الحمد لله لي الخادم مشاكل والو الحمد لله ما أحد ما أدن 2007 واحد ما قال لي واش تكون تاريخ اليوم يخدم يسير لك اللي حوجاته الحمد لله ما نقدر حتى على بشر قيل إن صنعة في اليد أمان من الفقر وهذا ما جسده عمي مختار في حرفته الشريفة التي ورغم محله البسيط والذي يطمح إلى تغييره لا زال يزاولها ومحافظا على إرث أجداده.